أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله أكبر. عليك حد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على النبي.
صلى على النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادكم إلا تسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء إن الله كان غفورا رحيما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا
وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف
يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن من قول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة
إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا
كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم.